اسحبي 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 اب عليك يا اهلا. طيب معكم الكوتش بلال ومعكم اللاعب زين الشيخ. بدنا نعمل اليوم فيديو تعليم حركة الجلايد كيب. بتعرفي شو هي الجلايد كيب؟ بتعرف تعمليها لحالك؟ لا. طيب زينة لسه ما بتعرف تعملها لحالها. احنا جهزنا البارز، مسافة البار، وحطينا الفرشة هون، وحطينا السبرينج بورد رح نقدمه لقدام شوي صغيرة لحسب المسافة. كيف بدها تدخل، كيف الدخلة، كيف بنروح فيها في الجلايد، كيف بنرجع من الجلايد للبار، كيف بنطلع بندفش الشولدرز، بندفش البار لتحت. فهلا احنا راح نورجيكم هاي الخطوات، بعدين راح نعمل الدريلز للحركه، بعدين راح نعمل السترينث. فالسترينث راح نخليه شوي جنرال وشوي سبيسيفيك. سبيسيفيك راح نركز اكثر، بس راح يكون في جنرال. وفي الورم اب راح يكون الورم اب سبيسيفيك للمسلز اللي بيشتغلوا في الكب، وراح نخليه كمان جنرال للبادي كامل. كثير مهم الجامب. روحي كمان مره، ندخل بطننا شوي صغيره لجوا من نوت. يلا جامب، ايوه، ونتفرج على البار كمان مره، بس نتفرج على البار بدون ما نرفع راسنا لفوق. يلا جامب. الجلايد كيب زي ما شفتوا زينة هلا كانت بتجهز حالها لإلها، بس احنا لسه ما عملنا الورم اب، فبدنا نعمل الورم اب. بنحط لكم اياه بالفيديو بعدين بنكمل. وقبل ما نبدا في الحركه دائما كثير مهم بجهز على العضلات وتسخن العضلات. فراح نعمل جنرال وورم اب وسبيسيفيك وورم اب للجلايد خصيصا وللبارز. تقدر تركض اللاعب، تقدر تعمل جومز، تقدر تعمل أي شيء بس يسخن جسمها مبدئيا. يلا اعملي يلا نبدأ في الركض، نقدر نبدأ في السايد راجع. حمي الشولدرز سبيسيفيك للبارز. صورنا، فاحنا بدنا نحاول. التليفون راح يكون بعيد شوي، ما في مايك، راح نكون نشرح من بعيد عن الحركه، فان شاء الله الصوت يكون واضح. كثير مهم بنرجع نضل نحكي عنه، كثير مهم ستريت البوز، بس ندفش البار. يلا بس دفشه البار، ايوه كمان، بس بطنك لجوا اكثر، بدك ترفع الفيت شوي عن الارض. ادفش هوب جود، كمان ادفشي ما تمسكي، ادفشي جود، كمان ادفشي. بدنا نبدا بالدخول. يلا ثلاث، يلا ادفش كمان اكثر شوي، ايوه اكثر شوي اكثر شوي جود، ادفشي الهيب اكثر. يس يلا مون. Yes, hips. اثبتي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس. الثالث منها أول شيء الدخلة البلوك، رحنا هون الجزء الثاني اللي عملنا فيه الاكستنشن الهيبس، وين تتفرج التو ثابتة. هلا نعمل منه الفلكشن للهيب فليكسر، بنجيبهم لهون، نتعلم كيف اللاعب يجيبهم لهون.
بس من extension لفلكشن. بدها تتدرب اللاعب بتحتاج تمارين تقوية وتحتاج تكون جاهزة للهب فلكسر تبعها، فأنا بعلمها كيف بدها ترجع. أيوة ممتاز. ما برجع أنا هون، لازم أكون في هذا الجزء بوينت فيت. فهلأ اللاعب من ترجع الفيت لهاي الوضعية وين عينيها بيروحوا؟ على البار عشان تسحب وتركب. فبتحتاج قوة كثير، تقوية، تمارين تقوية لحتى تقدر انت من الاكستنشن تعمل فلكشن لهون ترجع الى البار. اوكي زينة راح تشرب مي وانا بدي اعمل اجهز لها الستيشن لحتى نعمل الجزء الرابع. دفش الاجرين لتحت بنفس الوقت سحب الشولدرز لفوق. فهلا بدنا ننزل شوي. انا غيرت المسافه البار، نزلته لتحت. تعلم كيف تطلع لفوق، فعشان نشغل العضلات اللي احنا بنحتاجهم في هاي الحركه فلازم نعملها على طريقه هذا التمرين. تتعلم شيفت جريب، وضعيه الشيفت جريب كثير مهم. فانت لما بدك تسحبي لفوق شو بدك تعملي؟ شيفت جريب كثير مهم لهون. هوب يلا دول، وبحافظ على الفيت سلايتلي فورورد، بطلع عليهم هيك شوي لفوق، بطلع على الفيت فخذ مشدود، جست كل شيء مشدود. يلا داون 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 اند اب. جود جود جود. يلا لحالك اطلع، يلا سريع بسرعه. بدك تسحب لهون لجوه لجوه هولو. يلا من هون اب على البار. ايوه على التو، ممتاز. بس نطلع نطلع التو عشان تكون جاهز. ورجيناكم الحركه، طريقه الحركه، جزأنا الحركه، كيف الدخول، كيف بتروح الجلايد، كيف الهيبس بيكون في الجلايد للهيب فلكسر، كيف نعمل لما تروح لبعيد تعمل فلكشن للهيب فلكسر، كيف تسحب البار والشولدرز يكونوا ستريت، الالبوز يكونوا ستريت. ممتاز. هلا بدنا نورجيكم دريلز بيساعدوا لحتى اللاعب كونديشنينج، ودريلز بيساعدوا يفهم الحركة أكثر لحتى جسمها وعضلاتها يفهموا الحركة. أي كوتش يكون عم بيدرب اللاعبة أو بيساعدها يكون عليه سهل كثير إنه تكون فاهم الحركة إن شاء الله. بديش كمان أكثر شوي. أيوة أكثر شوي أكثر شوي. دول إثبتي، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. كاملين ورا اليوم لقدام. يلا سريع سريع سريع. ايوه ارفع رجلك. واحد اثنين ثلاثة. سريع الايد. سرعة سريع الايد. كمان واحد. اسحب. Never knew that it could mean so much. Good. Good. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past our satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear. هلا التمرين اللي رح نعمله تمرين شديد قوي، بحاجه لمساعده من الكوتش، بحاجه لتكنيك كثير، بحاجه للاعب تكون جاهزه لحتى تعمله. لانه ممكن لو اجيب انا لاعبه مش جاهزه بصفي انه انا عم بحمل فيها وبنزل فيها وممكن ما تفهم. فاذا انا مشيت بخطوات للدريلز كاملين واللاعبه جاهزه جسديا قويه
وعقليا فاهم شو بدها تعمل. فالتمرين هذا مهم جدا لتقوية اللاعبة في حركة الجلايد كيك اللي هي آخر جزء منها السحب لفوق. من هون من هاي الوضعية بدها تنزل شوي شوي ترجع للإيش للهب فلكشن. فأنت وانت بترجع من هون يلا داون شوي شوي بحط التو على البار وبسحب، باخذ مومنتم شوي صغير سوينج برجع بسحب. لازم تركز على الارمز ستريت، تركز على الشفت تبعون الهاندز، وتركز على البادي تايتنس. يلا كمان مره بنزل شوي شوي طلع على البار بجيب جاي لهون وبسحب. ممتاز. هلا وهي بتسحب دائما بيحكوا انه فهم اللاعب انه عم بحاول يلبس البنطلون. فانت فاهمين الشغله هاي ولا لا؟ طيب وانت عم تسحب بس تنزلي وانت راجعه حاول تجيب البار من تو للهبس، بدي اسحبه سحب. اوكي دائما اسال اللاعب هل انت فاهم الحركه، فاهم شو بتساوي ولا بس بدك تساوي، فاهم ولا بس بدك تساوي. جود. بطن كثير مشدود، التشين مش كثير لجوه، هون بطلع على التو. جود. بنزل شوي شوي لوضعيه اند اب. جود. هلا بدي اساعد اخف شوي، بدي منك انت سحب قوي. يلا بنزل شوي شوي هوب 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 بطن لجوه اند اب. جود. بحافظ دائما على اجريها هون. ليش؟ لانه في بنات بخلصوا الكب هون ما بتقدر تعمل كاست، هيك بتصير تحتاج تاخذ كمان مرجحات عشان تطلع كاست. فانا من بخلص اجريها هون بتكون جاهزه، خلصي هون بتكون جاهزه لكاست لاشياء ثانيه بدها تعملها. هون بدنا نحاول لاول مره، انا ما حاولت معها من قبل وهي مش مجربيتها، بدنا نحاول نعمل جلايد كامله بس فيها ستوب، يعني فيها ستوب في الهيبس لما تطلع لبرا تفتح تفتح شولدر شوي، فيها ستوب لما تطلع هون وتسحب لحتى هي تكون فاهم شو عم تعمل ما تكون متسرع. يلا وقفي كون بجيب جريك بعدين نسحب نفس السحب اللي سحبتيها معه. يلا جامب هوب go 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 open hips open hips طلعته خليكي هون بسحب بعدين بطلع فوق. ممتاز. كمان مرة فيها مجهود كثير في المساعدة، فالكوتش لازم يكون مجهز اللاعبة جسديا معطيها تمارين تقوية البنت تكون فاهم شو عم تعمل. مستعدة؟ اذهب hop glide open yes مش كثير arch لهون. هلا بتجيب جريك بتضل جسمك ثابت هون بعدين اسحب لفوق. اوكي فاللاعب بدها تكون جاهزه قويه عضلاتها بيشتغلوا كوردينيشن صحيح. في ايدك يو بول جاد
البايوميكانيك سبع الحركة، وبدنا نشرح وين بيكون نقطة الارتكاز في الجسم لحتى الكوتش لما بيجي يدرب اللاعب يكون فاهم الحركة كيف بدها تمشي، كيف أجزاء الحركة، الجسم كيف بتحرك بالطريقة الصحيحة لحتى الاستفادة تكون أسرع واللاعب تفهم عليه أكثر. فهلأ نقطة الارتكاز عندك من أول ما تعمل الجمب راح تكون هون، بدنا نحافظ على القوة هون، يكون شادين حالنا. اول ما تنط اللاعب عشان تدخل للجلايد راح تكون نقطه الارتكاز عندها اللي هو الحوض، بعدين بدها تمد جسمنا لجسمها لابعد نقطه ممكنه، فبيظل نقطه الارتكاز برضو الحوض. خلينا نشوف من جنب، يلا جامب هول بوزيشن، هون نقطه الارتكاز بنضل محافظين عليها. هلا اللاعبه بس توصل لهي المرحله هون بدها ترجع زاويه للبار، زاويه يس ايوه هون. ممتاز. هلا نقطة الارتكاز عندها وين بتصير؟ اللي هي بتطلع من الهب، بتطلع من الهب شوي لتحت الصدر بشوي صغيرة في هاي الوضعية. هلا هي هون، قرب علينا شوي عشان نشوفه ستريت نيز. هلا من هون بدها تاخذ زخم زاوي قوي، هي بس ترجع من هون عشان تاخذ زخم زاوي قوي وتسحب للأعلى. هلا شو بصير عندها؟ هلا في عندها ذراع قوة وذراع مقاومة. الذراع القوة اللي هو دوران الاكتاف لفوق، وذراع المقاومة اللي هم الساقين عندها بدهم ينزلوا لتحت. فهلا انت من هاي الوضعية بدك تسحبي لفوق، واحد اثنين ثلاث يلا سحب. كل ما كانت محافظة على منطقة الارتكاز قريبة من البار هذا هو محور الارتكاز عندها، بتكون في سهولة عندها في الطلعة في الطريقة الصحيحة في التكميل. من تطلع لفوق بدها تحافظ على الصدر مغلق، الهيبس اجريها شوي لقدام الساقين لحتى تحافظ على منطقة الارتكاز. نعيدها كمان مرة، ننزل ونطلع سريع اب لفوق. ممتاز. Thank you. طيب هيك يا جماعة احنا بنكون خلصنا حركة الجلايد كيب وشرحها، وزينة تعبت معنا، شكرا لك زينة، وشكرا لك دارين لليوم صورتينا، وشكرا للإدارة، وشكرا للقائمين على العمل، وشكرا للي بده يحضر الفيديو، ويعطيكم العافية. باي باي.